انطلقت ليلة أمس أولى مباريات مونديال البرازيل لكرة القدم وسط حماسة المشجعين حول العالم وترقبهم لهذا الحدث الكروي الذي يقام كل 4 أعوام. وفاز منتخب البرازيل البلد المضيف في المباراة الافتتاحية التي جمعته مع كرواتيا ب3 أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة الأولى. وسبق المباراة حفل الافتتاح الذي وصفه المراقبون بالبسيط والباهت على الرغم من مشاركة مشاهير مثل جينيفر لوبيز لإحيائه. وتجرى اليوم 3 مباريات تجمع كل من المكسيك والكاميرون ضمن المجموعة الأولى وإسبانيا وهولندا وتشيلي وأستراليا ضمن المجموعة الثانية. أنا بشجع منتخب ألمانيا وأتمنى أن يكون الحظ والأداء الجيد حليفه ويكون كأس العالم لمنتخب ألمانيا هذا العام. شكرا. أنا أول شيء بشجع منتخب إيطاليا لكن لسه ما شفتش أداءه وما أظنش أنه يكون له فرصة قوية بوجود منتخبات زي البرازيل وزي الأرجنتين وزي ألمانيا. بشجع البرازيل طبعا، أكثر منتخب أخذ ألقاب ولعبه حلو كويس أيام 2002 من رونالدو وريفالدو وإن شاء الله بتوفقوا بعد الكاس في المونديال. بتوقع بداية ان شاء الله منيحة، وانا بالنسبة لي بشجع الارجنتين والله وبتمنى الارجنتين تحرز اللقب. بشجع فريق البرازيل ان شاء الله يكون مونديال حلو. انا بشجع فريق الارجنتين، المباراة قوية طبعا اول مباراة بين كرواتيا والبرازيل، طبعا ما كانش حدا بيتوقع انه كرواتيا انها تكون هي المبادرة بالتسجيل، بس بصراحة انا بهاي المباراة بشجع كرواتيا لانه احنا مع الشعوب الكادحة دائما. انا بشجع منتخب البرازيل وبتمنى يعني يفوز في كأس العالم ان شاء الله، خاصة انه بيلعب بأرضه وجمهوره وان شاء الله خير يعني.